أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. المرسل هاني محمد مصري مقيم بالمملكة يقول: عندما أكون في وقت الصلاة أقرأ سورة الفاتحة ثم أقرأ نصف سورة التين أو غيرها من السور القصيرة جدا من جزء عمه، ثم أكبر وأركع، فهل علي شيء؟ وأيضا عندما أجلس للتشهد الثاني أقوم دون أن أقول التشهد ناسيا لأني أقوم بسرعة، فهل أسجد سجود السهو أم عند قيامي من الجلوس أرجع وأجلس ثم أقول التشهد، أم ماذا أفعل؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. أما المسألة الأولى وهي عدم إكمال السورة بعد الفاتحة، هذا ليس فيه شيء، إلا أن الأفضل أن الإنسان إذا قرأ سورة قصيرة أن يكملها، هذا هو الأفضل في ركعته أول وفي الثاني، في ركعة الأولى وفي الثاني إذا قرأ بعد الفاتحة سورة قصيرة فالأفضل أن يكملها لأجل يحصل المقصود ويتم المعنى من قراءتها، لأنه قد يقف على آية لا يحسن الوقوف عليها ولا يتم بها المعنى. وأما التشهد الأوسط هو التشهد الأول في الصلاة فإنه واجب من واجبات الصلاة، من تعمد تركه بطلت صلاته، ومن تركه ناسيا فإن ذكره قبل أن يستتم قائما فإنه يجب عليه الرجوع والجلوس والإتيان بالتشهد الأول، وإذا لم يذكر إلا بعد أن اعتمد قائما فإنه يكره له الرجوع لأنه شرع في ركن فلا يرجع عنه إلى أداء واجب. وأما إن لم يذكر إلا بعد أن شرع في قراءة الفاتحة فإنه يحرم عليه الرجوع، يحرم عليه الرجوع، لكن إذا أتى بالصلاة والتشهد الأخير فإنه قبل أن يسلم يسجد سجدتين للسهو يجبران ما حصل في صلاته من ترك واجب التشهد الأول. نعم.